غادي نقولها في جوج كلمات. كرة القدم هذا هو حالها، ما كيمكن لكش تنتصر إلا بعد ما آخر صفارات الحكام. كنظن حنا في الدقيقة 75 منتصرين 4-1، وكل شيء كان كيعتقد على أن المباراة انتهت، إلا أن فريق الرجاء ضغط بقوة، قام آمن بحدود ديالو، ما كان عنده ما يخسر. ضربة الجزاء اللي جاتو الهدف الثاني، ضربة الجزاء اللي جاتو رجعته للمباراة بقوة، وزادت واحد الضغط نفسي على اللاعبين ديالنا اللي خلاهم شوية يرجعوا له، وهذا شيء عادي في كرة القدم. كنظن أنه الرابح الأكبر في هذه المباراة هو الجمهور المغربي، لأننا خلال المباراة الأولى والثانية قدمنا واحد الطبق رائع. اليوم الجمهور كان في المستوى في المدرجات، واللاعبين كانوا لأول مرة كنظن أول ديربي يعطي يوفي بالوعود ديالو، لأنه اللاعبين كانوا في المستوى سواء اللاعبين الدرجة والوداد، لأنه أربعة أهداف لكل الفريق ماشي من السهل، وبالتالي اللي شفنا في المدرجات شيء يعني مفخرة للكرة المغربية بكل صراحة. الشامبيونز ليغ والخير فيما اختار الله، لأنه كما كتعرف عندنا إصابات كثيرة، عندنا لاعبين متعبين ومرهقين بكثرة المباريات. كنظن جا الوقت اللي ياخذوا النفس ديالهم ونسترجعوا المصابين ونسترجعوا الرشاقة ديالنا والطراوة ديالنا باش يمكننا نواجهوا في الشامبيونز ليغ المباراة إن شاء الله.